أهمية إطلاق جائزة الملك عبد العزيز؟ الحقيقة مبادرة جريئة جدا وفي وقتها في ظروف يمر فيها الأطفال في المنطقة العربية في العالم العربي بهذا الوضع السيء على المستويات جميعا الاجتماعية والاقتصادية والحروب والعنف واللجوء كل هذا، أن نعيد الاعتبار لفكرة المواطنة والتنشئة على المواطنة منذ البداية، أي منذ الطفولة، لأن المواطنة لا تقوم بين ليلة وضحاها، هذه عملية تراكمية طويلة تستند إلى الحقوق، وهذه أهمية أن تطلق التنشئة على المواطنة في هذا الوقت بالذات، تعيد الاعتبار للمواطنة بما هي منظومة حقوق وواجبات. وحقوق الطفل ليست فقط في الصحة والتربية والحماية وهي أساسية أكيد، ولكن أيضا بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، والحقوق البيئية والحقوق الجندرية للأطفال. فهذه أهمية إطلاق هذه المبادرة في هذه اللحظة بالذات. نوعية الأبحاث المقدمة للحصول على هذه الجائزة؟ الحقيقة في إطار مفاهيمي سوف يعني يوزع عملنا عليه، الإطار المفاهيمي الذي يقول ماذا نعني بالمواطن، وحقوق الطفل معروفة. الأبحاث التي نحاول، ليست الأبحاث فقط أبحاث أو قصص نجاح يمكن الاعتماد عليها ونقلها إلى أماكن أخرى، التقديم ماذا يجري في المنطقة العربية من بهذه الاتجاهات، كل هذه ممكن أن تكون يعني لبن أساسية في وضع اقتراح خارطة الطريق للتنشئة على المواطنة للأطفال في العالم العربي. رسالتك لرؤساء العرب تجاه أطفال العرب في النزاعات المسلحة؟ الحقيقة مش فاضين. أنا بعتقد إنه أساس نحن إذا لم نتطلع إلى أهمية تنشئة الطفولة على المواطنة وغير ذلك من حقوق الطفل، نحن نخسر أجيال، وهذه الأجيال هي من سيكون صناع الغد لنا، نحن نخسر غدنا بهذه البساطة إذا لم نبدأ منذ الآن، منذ البداية.